بعد ما تكلمنا في الدرس الأول والثاني من الوحدة الثانية عن قطع المكافئ والدائرة، القطع الثالث يتكلم عن القطع الناقص. شنو هو القطع الناقص؟ القطع الناقص طبعا هو نفس الشيء، قطع ناتج من تقاطع مستوى مع مخروط دائري قائم. فتعريف القطع الناقص، طبعا القطع الناقص يكون شكله شكل بيضاوي، إما يكون شكل بيضاوي أفقي أو شكل بيضاوي رأسي. ففي البداية، ما هو القطع الناقص؟ القطع الناقص هي مجموعة النقاط جميعها في المستوى التي يكون مجموع بعدها عن نقطتين ثابتتين اسمهم البارة، يساوي دائما مقدار ثابت، وهو المجموع الثابت ويساوي طول المحور الأكبر. شنو معنات هذا الكلام؟ إحنا لو أخذنا هني في القطع الناقص هذا أو الشكل البيضاوي هذا، البعد الأكبر هني هذا، البعد ما بين هذه النقطتين اسمهم المحور الأكبر، فهذا كل طوله نسميه المحور الأكبر. هذا البعد بين هذه النقطتين يكون المحور الأسفل، طبعا هنا يكون نقطة اللي هي نقطة المركز. نفس الشيء لو أنا رسمت قطع ناقص رأسي، راح تكون هني في عندي نقطتين وهني يكون في مركز، فهذا بيكون المحور الأكبر. فهالحين أول شيء، أي نقطتين راح آخذها، أي نقطة راح آخذها ولتكن هذه النقطة، راح يكون البعد هذا البعد زائد هذا البعد. طبعا هذه النقطتين اللي هم مكتوب عليهم F هم البؤرتين، طبعا هني في القطع الناقص في عندنا بؤرتين بدل بؤرة واحدة، فهذا البعد زائد هذا البعد راح يساوي مجموعهم البعد ما بين الرأسين. هني هذيل النقطتين نسميهم الرأسين، ونصطلح على المسافة ما بينهم بالمحور الأكبر. فأي نقطة ناخذها، مثلا لو أخذنا نقطة هني، لو وصلت أنا خط إلى هني وخط إلى هني وجمعت هذه القطعتين مستقيمتين، راح يساوي أيضا هذا الطول كامل اللي هو المحور الأكبر. يعني أي نقطتين تاخذونهم، مثلا خذوا بعد نقطتين، خذوا نقطة أخرى أيضا، مثلا لو كانت هني نوصل هذه بالبؤرة الأولى ونوصل هذا بالبؤرة الثانية اللي هم نقطتين ثابتتين، مجموعهم راح يساوي هذا البعد كامل اللي هو سميناه المحور الأكبر. الحين شنو هي عناصر القطع الناقص؟ احنا قلنا في بؤرتين نقطتين ثابتتين لهني يكونون، في عندي شي مهم هو الرأسين، هذين الرأسين اللي هم المسافة بينهم هو سميناه المحور الأكبر. فعندي أنا الحين أول شيء البؤرة، المسافة ما بين المركز والبؤرة يساوي سي، فهذه المسافة تساوي سي، وأيضا هذه المسافة تساوي سي. أيضا هذا نسميه رأس، وهذا أيضا هو الرأس الثاني لهني، فالبعد ما بين المركز وما بين الرأس راح نسميه A. أيضا في بعد هني هذا المحور نسميه المحور الأصغر، هذا راح نسميه رأس مرافق، في رأسين مرافقين هني، فالبعد ما بينهم راح يكون بي، راح نسميه بي. ملاحظة أخرى، البؤرتين والرأسين يقعون على المحور الأكبر، يعني لاحظوا هني المحور الأكبر هذا فيه البؤرتين وفيه الرأسين. أيضا مركز القطع نلاحظ أنه يكون نقطة في المنتصف ما بين البؤرتين وما بين الرأسين وما بين أيضا الرأسين المرافقين. فهذا بالنسبة إلى عناصر القطع. في علاقة أيضا ما بين السي والأي والبي ممكن نستنتجها هني، لاحظوا هني هذه النقطة اللي هو الرأس، لو وصلنا احنا هذا الخط بالبارة وهذا الخط بالبارة الثانية، فهذين البعدين متساويين. طبعا ليش متساويين؟ لأن هذه المسافة تساوي هذه المسافة، فهذا الخط راح يكون منصف إليهم، فهذا هني عمودي، فهذا راح يساوي هذا. فشنو راح يساوي هذا؟ احنا قلنا راح يساوي هذا المجموع، مجموع هذه القطعة مع هذه القطعة، راح يساوي المحور الأكبر، طول المحور الأكبر.
طبعا طول المحور الأكبر هني نلاحظ انه شيء شنو يساوي. احنا اللي قلنا هني دي المسافة تساوي ايه، فهذه النقطة راح تكون ايه وصفر لو كان المركز نقطة الأصل، وهذه ايضا سالب ايه وصفر، ايضا البعد يساوي ايه، فهذا البعد راح يكون يساوي ايه. فلاحظوا عندي مثلث قائم الحين، هني هذه ايه، هذه هني سي، لان هذه قلنا هذه هني هي البؤرة، وهذه المسافة قلنا تساوي البي اللي هي المسافة ما بين المركز والرأس المرافق. فهني عندي علاقة تبع نظرية فيثاغورس تقول ان A تربيع زائد B تربيع، او A تربيع زائد C تربيع، او B تربيع زائد C تربيع تساوي A تربيع. فبالتالي نقول ان ممكن نستنتج ان C تربيع تساوي لو اخذنا هذا الضلع وربعناه راح يساوي مربع الوتر ناقص مربع هذا الضلع، فراح نقول A تربيع ناقص B تربيع. فهذه هي العلاقة اللي تطلع لك المسافة ما بين المركز والبؤرة اللي هي سميناها C، نطلعها طبعا من الـ A والـ B. طبعا هذه العلاقة تكون في القطع الناقص، فتلاحظون ان هني من اسمه قطع ناقص فهني راح يكون فيه ناقص. فهذه بالنسبة إلى عناصر القطع الناقص وبعض الملاحظات عليه. في الفيديو القادم راح نتكلم عن معادلات القطوع الناقصة.